الأمازون أكبر غابة في الكوكب، وسيؤثر مصيرها على العالم بأكمله. الآن سيعبر 6 رجال أمريكا الجنوبية بأكملها من الشرق إلى الغرب، محيط أخضر حيث يكافح الملايين للبقاء. سيعبرون إحدى أخطر المناطق على الكوكب بحثا عن حقيقة أساطير الأمازون. أهلا بكم في رحلة عبر الأمازون. يعيش الإنسان هنا منذ أكثر من 12 ألف سنة، لكن لا شيء يضاهي التغييرات الجذرية التي وقعت هنا في العقود الثلاثة الأخيرة. في 2400 كيلومتر مربع التالية سنقطع منطقة يعيش فيها الناس على الحد الفاصل بين البقاء والتدمير. بعد 15 يوماً من السفر وصلنا إلى إمبيرا تيريزا، المدخل إلى الأمازون الحقيقي. يتوافد 20 مليون شخص إلى الأمازون بحثاً عن حياة أفضل في الغابة. نحن نعبر نهر توكانتينس، ويتحدث أندري إلى السكان المحليين عن طبيعة الحياة هنا. أهناك ترسبات من الذهب هنا؟ نفذ كل شيء هناك بالكامل، إنه مليء بالماء الآن. والعنف، تنتشر البطالة بكثرة. منذ أكثر من 30 سنة جاء كثيرون من هؤلاء الناس من المدن والقرى إلى مكان نائ جدا تستغرق القوانين وقتا طويلا للوصول إليه. من الآن فصاعدا سيصبح انعدام القوانين والأمن أحد المخاطر التي نواجهها. لن يقبل كل من نقابلهم هنا بظهوري في هذا البرنامج، وطلبت من أعضاء فريقنا توخي المزيد من الحذر. الكثير مما يحدث في هذه المنطقة مخالف للقانون، ولا يرى القادمون من الخارج الحدود. في مرابا يعتبر إنتاج الفحم وسيلة منتشرة لكسب الرزق. صناعات الحديد والفولاذ قرب هذا المكان تتطلبان الفحم بشكل مستمر، لذا فقد كون الأهالي وسائل للعيش بإنتاجه على نطاق واسع، رغم أنها ليست كلها قانونية. أهالي مرابا، كان من طلبنا منهم إرشادنا إلى الطريق ودودين. هذا المكان هو فيلا ساو بيدرو، لكنه يعرف باسم بونتونوفو. لكن فور أن ذكرنا أفران الفحم ظهر عليها الشك. الأفران؟ نعم. تعتبر هذه الشاحنات المحملة مؤشرا إلى أننا نقترب من أفران الفحم. مرحبا، كيف حالك؟ أتعرف أين ينتج الناس الفحم هنا؟ قرب ذلك المنزل. وأخيرا وصلنا إلى فرن كبير للفحم، يحمل العمال ما يصل إلى 7 أمتار مكعبة من مخلفات الأخشاب في داخل أفران قرميدية ضخمة، تستغرق مدة أسبوع تقريبا لتجفيفها وحرقها وتبريدها قبل أن تصبح جاهزة للبيع. لا يستطيع الجميع فعل هذا بشكل قانوني بسبب كثرة الإجراءات المطلوبة، ولا يملك البسطاء التمويل الكافي، ولا يحصلون على مساعدة من الحكومة، لكنهم يريدون العمل. وهل يحصل عمال الفولاذ على ذلك؟ نعم. ويقبلون؟ بعضهم يقبلون ولكن ليس الجميع. كيف يتم نقل هذا الفحم دون أوراق قانونية؟ بالرشوة. يعتبر هذا نشاطا تجاريا خطيرا، ولا يدرك الناس تأثيراته البيئية على الكوكب. في أفران الفحم القانونية يتم استخدام الغابات الثانوية فقط، كما تنص قوانين التخفيف من التأثيرات البيئية. لكن تتم في المنطقة عمليات كثيرة مخالفة للقانون. هنا في سانتا روزا عليك أن تتوخى الحذر لأن المنطقة خطيرة. يريد أندري إيجاد فرن مخالف للقانون مهما تطلب الأمر، لكني أخشى على سلامتنا. الرائحة والحرارة غير محتملتين. المكان مثير جدا للإعجاب، ولا أدري كيف سيتم استقبالنا. الوضع هنا متوتر بعض الشيء، لذا سأبقي السيارة مشغلة. مساء الخير.
إلى أين سيذهب هذا الفحم؟ إلى مارابا. إلى مارابا؟ نعم. أين من يعمل معك؟ هناك. أهو كبير؟ صغير. كم عمره؟ 8 أعوام. ما اسمه؟ جوني. جوني، يبدو الابن أكثر وعيا من والده بشأن ما قد يحدث لو كنا من الشرطة. سأذهب الآن. تعال إلى هنا لنتحدث قليلا. كم عمرك أيها الصبي؟ 16 عاما. قبل بضعة دقائق كان عمره 8 أعوام ويقول الآن إنه في 16. قال لي إنه يعمل منذ كان صغيرا في تكديس الأخشاب وحرقها، وبعد الغداء يقطع مسافة طويلة للذهاب إلى المدرسة الوحيدة في المنطقة، لكنني لا أصدقه. القصة الحقيقية تظهر على يدي الصبي. هل أنت سعيد رغم أنك مجبر على العمل؟ أنا؟ هذا أفضل من التسكع في الشوارع. إرسال الأطفال للعمل أمر شائع في الشمال الشرقي. كثير من الأسر لديها 5 أطفال أو أكثر، ولا يمنحهم الفقر الشديد خيارا آخر. صغير على فعل هذا. هذه المرأة قلقة جدا بسبب وجودنا هنا. هل يفعل هذا بطريقة خاطئة؟ هذا كثير. أهناك طريقة معينة لفعل هذا؟ أظن هذا صعبا لأنهم صغار جدا على فعل هذا. نعمل ونحن محاطون بالدخان والغبار، سيموت قبل أن يصبح في مثل سني على الأرجح. لا أستطيع فعل شيء. هذه كل المواد المتبقية من تجار الأخشاب؟ لم يبقى هناك خشب، نعمل في الفحم. هذا هو حالنا جميعا، لأن هذه هي ثروة جاكوندا الوحيدة. إن لم نمتلك أفران الفحم هذه فلا فرصة أمامنا للعمل. ليس لدينا خيارات أخرى، هذا هو الحال وعلينا مواجهة الواقع. هنا إما أن تعمل في أفران الفحم أو في نشر الأخشاب. كثيرون يتعلمون ويحصلون على الشهادات ثم يعلقونها على الجدار. رائحة الدخان تملأ المكان. أمراض التنفس أصبحت أمرا أساسيا. الأساسيات. مشاكل الجهاز التنفسي شائعة لدينا، السعال، ولكنه عملنا ولا خيار لدينا. لا أستطيع السرقة لأستطيع البقاء. لكن هناك الكثير من العائلات الفقيرة التي بحاجة إلى المساعدة من أطفالها ليكسبوا رزقهم، وعليهم إرسال أطفالهم للعمل. يأتي كثير من الأولاد إلى هنا. إن أردت رؤية الأولاد والنساء تعال هنا. حقا؟ هناك أطفال ونساء والكثير من النساء الحوامل والأولاد من كل الأعمار، الكل يعمل هنا. أهناك عائلات كثيرة؟ آلاف العائلات. مكثنا هنا مدة طويلة، لكن أندري يصر على البقاء لمدة أخرى. الحياة هنا صعبة جدا، ويصيبني شعور بالكآبة عند التفكير بأن هذا واحد فقط من آلاف أفران الفحم في هذه المنطقة. تأتي إلى كل منها أعداد كبيرة من الشاحنات ليل نهار. الدمار كبير، وأشعر بالأسى على الرجال والنساء والأطفال المجبرين على الحياة في ظل هذه الظروف، وأنوي العودة يوما ما لإعداد برنامج تلفزيوني عن هذه الأوضاع. كما توقعنا، واجهنا الأمطار الغزيرة على طريق ترانز أمازونيكا السريع، وأصبح الطريق خطيرا جدا بسبب الطين. انظر إلى السيارات. ابتعد يا رجل، ابتعد. فعلت هذا ثانية؟ لا أصدق هذا، أنت تفسد النقانق وهو طعامنا اليومي. إدوارد، هل تسمعني؟ سنسلك الآن الطريق المحلي الممتد على مسافة 35 كيلومترا عبر الغابة، وهو مليء بالمستنقعات. حسناً، سندخل الغابة الرئيسية وهي كثيفة جداً. حسناً. حين تعمقنا أكثر في الغابة واجهنا عقبة أخرى. أصيب أندري بصداع نصفي شديد. نبعد مسافة كيلومترات عن أي مركز طبي، لذا لا يمكننا سوى طلب المساعدة من الأهالي المحليين. كيف حالك؟ بخير. أنا بخير.